حكم من يأتي البهيمة أيضا. البهيمة جاء فيها الحديث الذي فيه سند الاختلاف أنه يقتل، وجاء عن عباس أنه يعزر تعزيرا، لأن السند وحده لا يكفي، لأن فيه اختلاف عن عباس في قتل البهيمة، وهو الذي عليه أهل العلم وحقهم من العلم أنه يعزر إذا قتل بهيمة حمارا أو بقرة أو عنزا أو غير ذلك يعزر. ما هو لم قال يقتل للحديث، ولكن ذهب جملة من العلم إلى أنه يعزر، لأن الحديث ليس فيه ليس في قوته وسنده ما يشجع على قتل الشخص، لأن فيه بعض الاختلاف. والأصل عصمة المؤمن، الأصل عصمة المؤمن، فوجب أن يعزر بما يراه ولي الأمر من جلدات أو جلد وسجن أو غير ذلك ما يراه ولي الأمر، رادعا عن هذه الفاحشة. نسأل الله السلامة والعافية. شكرا للسماحة.